بيسن من الأعماق. اسمع السوق طاس، اسمع بصدق من الأعماق، أنا كنتمنى لكم التوفيق في هذا الشيء اللي كتقول. ما شنو مكتوب في الوثيقة؟ هي إلا عطيتني غير ساعة ربع ساعة أنا وهي كنسد الرئيسة نبين لك أن شي حوايج كنا ما عرفوش. شنو مال؟ أولا السيدة الرئيسة، حنا لو كان بغينا نديرو السياسة كنبغي نديرو السياسة بهذا الموضوع ونسيسوه و إلى آخره، كان غيكون عندنا تصرفات وحدة أخرى. وكنتمنى السي مرشد اللي ربما ما حضرش معنا جميع الجماعات، داكشي علاش قلت السي مطاس يسمع، ومع كامل الاحترام لكافة الفرقاء، إذا كان إحصاء ديال عدد المقترحات بكل تأكيد بكل يقين عدد المقترحات اللي اقترحناها كعدالة أمنية يمكن لي أن نقول لك بأن لا تقل عن 80%. لا لا لا، وانتم عندكم معطيات، غسي وطاس من الحزب ديالك كتثقي فيه هو يعود، وكان بغي ندير السياسة غيكون عندنا تصرفات واحدة أخرى وطريقة واحدة أخرى ولغة لغة واحدة أخرى. سيدة الرئيسة، الموضوع ديال النسخة النهائية، انا بغيت سي مرشد اللي تكلم على نسخه تفاعليه وديناميكيه وداكشي، سمحوا لي، الحقيقه هو انكم حلتوا على المجلس مشروع برنامج عمل مازال ما كملتوش الاعداد ديالو. لان شنو التفاعليه؟ معنيتها انه لما كنجي واحد الاجتماع كتكونوا سمعتوا من المقترحات ديالو في واحد المحور، وجيتوا عندنا الجلسه اللي من بعد وقلتوا لنا المحور اللي شفنا ذاك النهار دخلنا عليه التعديلات التاليه. هذا الشيء معمرو كان اكثر من هذا الشيء، فرصه اللي اتفقنا مع السي وطاس عليها تكون بين الجلستين حول هذا الموضوع، نطالعوا على الصيغه النهائيه بعد ادخال التعديلات عليه، ثم اختاريتوا انكم ما تبرمجوهاش. اذا ما تقولوا ما تغلطوناش، انا ما كنبغيش نستعمل شي مفردات بالضبط. أول شرط من شروط نجاح إعداد هذا المشروع المفيد ديالو هو الصدقية، أول حاجة هي الحاجة الثانية. السيدة الرئيسة، أنا غنعطيك معطيات اللي كتنافى مع الموضوع ديال الصدقية، غنمشي معكم للصفحة 17 اللي نتوما درتو فيها التقييم اللي درتو وما ناقشتوش معانا، لأنه عيينا نطالبكم بالتشخيص لحد الآن، ماشي غير حنا طالبنا، كافة المكونات أغلبية معارضة، ما عطيتوش لينا حتى لحد الآن. سيدة الرئيسة، تبعي معايا مزيان، في هذا التشخيص اللي عملتو، التقييم ديالكم بطريقة انفرادية، أشنو دار في المجلس اللي فات، اللي أنت كنتي نائبة عمدة فيه، قلتو بأنه 27% ديال المشاريع قيد التنفيذ، وقلتوا بأن 31% ديال المشاريع قيد التوقيع، معناتها أن هذه المشاريع يعني بدات الخطوات الأولية ديال الاشتغال فيها. أنا ما غنناقشش عن هذا النسب والصحة ماشي الصحة، وشنو كتعتبروا في طور التنفيذ، واش المسرح في طور التنفيذ أو مكتمل التنفيذ، واش الحديقة العين السبع في طور التنفيذ أو ما غنخش معاك علاش. انا غنعتبر بان 31 زائد 27 شحال كتعطيها؟ 150% من اصل شحال المشروع كان 187. اذا درنا غير هذا الحساب غيعطيني 108.6 مشروع. اذا كنتم فعلا صادقين فيما اعلنتموه من استمراريه، فعدد المشاريع اللي خصو يكون في البرنامج ديالكم على الاقل خصو يكون 108. ثم ثم انطلقتوا 139 مشروع في الاول في النسخه الاولانيه، شويه نزلتوا 96، دابا شفتوا 99. فين هي الصدقيه في هذا الشيء سيدي الرئيس؟ اما التشخيص اللي عملتو ماشي صحيح، اما الادعاء ديالكم ديال الاستمراريه ما صادقينش فيه.
مزيان. الحاجه الثانيه الموضوع ديال التشاركيه، وانا غنمشي للوقائع. اول من ينبغي التشارك معه هو مدارس الدائر، باعتبار من جهه انهم كانوا مشرفين على تنفيذ الاغلبيه المشاريع ديال المرحله السابقه في اطار لو بيداجوجي اللي عارفه، ثم لانكم هنا كتلزموا كتقترحوا باش انهم يكونوا هما اللي غادي يكونوا اصحاب المشاريع المنتدبين، ياك مدراء شركه المياه المحليه ما بغيتوش تعيطوا لهم يحضروا معنا في النقاش، نحضر واحد فيهم مشكورا وغيتكلم غتعطالو الكلمه باش يعلق على ما نسب اليه في مشروع برنامج العمل. كيقول لي تلقائيه بانه داك الشيء ما عنده به علم ما عنده به علاقه بل ما موافقش عليه. سيد الرئيس قلتو 200 اجتماع في اطار التشاركيه، اذا كنتو كديروا هذا الشيء بيناتكم كاغلبيه والله اعلم، وانا لن اصدقكم في هذا الموضوع. علاش؟ لانه منذ تقديم مشروع اول مره اللي ناضوا كيتشكاو من غياب التشاركيه مستشارين في مقاطعات من الاغلبيه. انا تلاقيت مع مدراء جهويين ديال المصالح الخارجيه ديال الوزارات اللي المرسوم ديال اعداد برنامج العمل كيلزمكم تراسلوه ما في خبرهمش، واذا عندكم شي اجوبه ديالهم عطيوهم لنا. اش من تشاركيه كدوا عليها؟ اذا ما تحدثتم عنه من تشاركيه يفتقد الى السلبيه. الجانب الثالث سيد الرئيس هو الموضوع ديال 65% مشاريع القرب. رحنا كنا درنا واحد الملاحظه تقنيه اخوان مكتب الدراسات ما عرفش فين هما، بالمناسبه مكتب الدراسات ما بغيتش تعطيونا معطيات عليه، واش دارت صفقه واش دارت اتفاق مباشر شحال الكلفه، هادشي مهم ما بغيتوش تقولوه ماشي مشكل، شي مشكل غير مزيان تقولوا للناس. علاش؟ علاش ليس سرا؟ غير نتوما التكتم راه التكتم يغذي الشكوك. حاجه اللي باينه باينه عطيها تلقائيه. علاش؟ ثلاثي الحاجه الثانيه شكون هو هذا عاوني؟ هذاك حيت هذيك 65% كنتو دايرين، إذا كانت صحيحة ديال 65% مشاريع القرب، راك هاد العدد كنتو دايرينو نهار كنتو دايرين 139 مشروع في المجموعة، راه نهار رجعتو داك الشيء ولا قليل ديال 96 ثم 99، راه هادوك النسب تغيروا، راه ما رجعتوهمش. هذا أيضا من المآخذ ديال الصدقية على هاد المشروع. مزيان، سيدة الرئيسة، قولي لينا الظالمي عليك. انا تبعت الكلمه ديالك تقديم وقلنا شنو اللي غنصدقوا شنو غنصوتوا عليه. اذا جينا للوثيقه في المجال ديال التمويل الصفحه 97، بمناسبه هذه الوثيقه راه يلا قريناها وحنا جالسين هنا اختيارات سلمناها في الوثيقه، فيها بانه الكلفه الاجماليه ديال المشروع تقدر حوالي 93.6 مليار. انت في معرض الكلام ديالك قلت 93.5، وفي المساهمة الجماعة كاينة 7.8، ألو كنتي قلتي 7.7، سي مرشد قال أرقام أخرى، الله يرضي عليك إلا ما قوليناش هو الرقم الصح، زياد، مرشد الله يرضي عليك، كتبت في الأول ما جيتيش في الأول، واخا، هاد التمويل السيد الرئيس، التمويل. قلت لنا بانه انا غناخذ الكلام اللي قلتي انت 7.7، انتم غتقترضوا 1.5. بالمناسبه البنك الدولي غتقترضوا منه ياك، وكاين مبدئيا انا في فابورال كاين موافقه مبدئيه. تقدري السيده الرئيسه تنكري بانه الموقف الايجابي ديال البنك الدولي اليوم باستعداده لاخراج جماعه الدار البيضاء
جاء نتيجة مباشرة لوفاء المجلس السابق بالتزاماته. الأمر اللي كان كيخليه كيفيريفي معنا لي زانديكاتور في كل مرة باش كيعطي يعني التحويلات الإضافية قضيت نكري. ومزيان تخبرينا بالمناسبة سمعنا بأنه مؤخرا البنك الدولي وجه شي رسالة في شي شكل للجماعة باش نوصفها. عطينا الصحة ديال هذا الكلام الله يجزيك بخير. والمهم حنا سمعنا ولكن مزيان تنفي، إذا ما كانش مزيان تنفي. ونتمنى هادشي اللي غتقولنا يكون فيه الصدقية أيضا. سيدة الرئيسة، الموضوع ديال التمويل دابا مساهمة الجماعة أنا غنفترض داكشي اللي قلتي هو اللي صحيح. 7.7 مليار ديال الدرهم غتفترضوا 1.5، شحال بقات؟ 6.2 مزيان. هاد 6.2 منين غتجيبوها؟ بيات السي مصطفى ابريجا زعما احنا جوج رؤساء الاغلبيه الاغلبيه ايه باش نوضحوا لنا حيت لحد الان طرحنا اسئله صيله الاجتماعات هذا ما تلقيناش اجوبه. السيده الرئيسه جبت الماليه راه وقع فيها ما وقع والى اخره ما عندناش نرجعوا لها. ما وقعش الماليه، ما وقعش الماليه بالعكس الشفافيه اللي دازت ماليه مع المراد استحاله غير باهي بشهاده افترضنا معكم بانكم غتزيدوا تنميو داك الشيء ب 10% سنويا. الا درنا حساب ما غيخرجكمش، حساب ورينا كيفاش. هنا ايضا كاين مقعد ديال الصدقيه في هذا المشروع مزيان. الموضوع ديال مساهمه لا سي دي جي، حنا كنعرفوا الاموال ديال سي دي جي شنو هي، كنعرفوا الاموال ديال سي دي جي. ما يمكنش السداجه تقوم بالدور ديال الجهه المانحه تعطيك الفلوس وبس الا ما كانش عندها واحد ربح معين. ما بغيتوش تجاوبونا على طبيعه تدخل السداجه، ما بغيتوش. علاش التكتم على المعطيات العاديه يثير في انفسنا اتهاما بغياب الصدقيه. مزيان سيده الرئيسه، نجيو لجانب اخر. هو مزيان السي مرشيد تكلم طبعا اشوف انت حيت كتفهمني غنتكلم مع واحد اخر غينوض بحال الصفه ديالي ما تويتش عليه كاع انت عاود تسقسيني انا سميتي انا سي مرشيد الله يجزيك بخير عافاك سي مرشيد تا واحد النقطة مهمة هي انه بالاضافة للحديث الجانب المالي بالاضافة للحديث على تنمية الموارد وتعبئة الموارد وهذا تحكم وترشد النفقات اوكين تراس في الوطيح. ما كاينش حديث ولا بحرف واحد عن موضوع ترشيد النفقات اطلاقا. وانا في الحقيقه شوف انا ما بغيتش
القرآن الكريم ينبغي تتلعب به. إذا كان من سورة ينبغي قراءتها في الحقيقة هي سورة الفاتحة. شكراً.